زوجك حد بيدعمك طبعا وبيشجعك تروحي مغنيه لنا؟ عارفه هتقولي ايه؟ نو امان لاي مان؟ والله اختياره. ما هذا؟ والله اختياره. يعني انا يعني للدرجات دي مكان كل الناس على فكره ويقولوا لي ازاي تغني للراجل تقولي كده؟ وانت لسه متجوزه بقالك 10 شهور. دي حقيقه. استني شوي. والله اختياره. هو الفكره جت انه حسيت انه افيه حلو. يعني انه خفيف والناس هتسال يعني ايه ده نو امان لاي مان؟ ومش مقصود بيها حاجه خالص يعني. هي عملت اصلا فيوز كتير على يوتيوب ما شاء الله وكسرت الدنيا. عايزه اعرف كواليس الاغنيه دي، مين اللي عملها؟ الحان، كلمات، كل حاجه. هي محمد يحيى طبعا. انا ما سمعتها محمد يحيى يعني مش قادره اقول لك انبهرت بيها، وقعدت اقول الاغنيه دي وجوزي يعني جيت في الاول قعدت اقول له هقول له امان لاي مان بعد ما دلع البنوته، وبعدين الناس ممكن تعترض او تشوف ان ده حاجه، بس هم اللي شجعوني بصراحه. ومحمد يحيى اللي عاملها وتوزيع كلوبيكس. واتسجلت والحمد لله انا مبسوطه بيها.